مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح الأجواء صيفية عادية بالنهار لطيفة بالليل، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وأيضا هناك أتربة مثارة على الطرق الصحراوية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي توضح درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر خلال الأيام القليلة القادمة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى، وبالتالي يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وتصبح الأجواء صيفية عادية. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة أو ثلاثة أيام القادمة، لتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها، تصبح أيضا الأجواء صيفية عادية في النهار لطيفة أثناء الليل. العظمى المتوقعة يوم الأحد 30 والصغرى 20، وكذلك يوم الاثنين العظمى المتوقعة 30 والصغرى 21، والثلاثاء العظمى المتوقعة 31 والصغرى 22، في حين أن معدل درجة الحرارة العظمى في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 31 درجة مئوية، ومعدل الصغرى بحدود 20 درجة مئوية. إذن درجات حرارة حول معدلاتها، أجواءنا الصيفية العادية في الأردن، هكذا بتكون معدلات الحرارة العظمى والصغرى. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى، نبدأ من إربد 32-22، طبعا هناك انخفاض على درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، عجلون 30-19، جرش 32-21، والمفرق 32-19 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 31-21، مأدبة 31-21، عمان 30-20، الزرقاء 33-21، والأغوار البحر الميت أجواء حارة 40-29، قد تنزل إلى 38-39، لكن تبقى الأجواء حارة في الأغوار وأيضا العقبة. المنطقة الجنوبية الكرك 31-20، الطفيلة 30-22، الشراح 29-19، معان 33-23، والعقبة أجواء حارة 40-41 العظمى، والصغرى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 36-21، الصفاوي 36-20، والرويشد 38 مع أجواء مغبرة وحارة 38 العظمى والصغرى 21. في المناطق الصحراوية أجواء حارة نسبيا إلى حارة، وأيضا هناك خاصة في فترة ما بعد الظهر والعصر تنشط الرياح وتكون مثيرة للغبار والأتربة. مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع